السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هو صحيح مباراة ديال مستجدات نظام قرضي وتكوين دورة يناير 2018. اذا نص ديال المسألة او ديال الوضعية الاختبارية الاولى كان هو هذا على 20 نقطة. يعتبر المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ان تطوير النموذج البيداغوجي القائم يشكل رافعة حاسمة لتحقيق اهداف التغيير المنشود. هذا التجديد يهم بالاساس ما يلي: تقوية مواد التفتح بالتعليم الأولي والسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي من خلال التحسيس بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية والاستئناس بالطرق العلمية والتجريبية واستثمار التطبيقات التفاعلية والرقمية والتربية الفنية المسرحية والسينمائية والتشكيلية والموسيقية والرسوم المتحركة وأنشطة الترفيه والتربية الرياضية الخاصة بالطفولة المبكرة. ثم تركيز التعليم الابتدائي على المعارف والكفايات المتعلقة بالحساب واللغات ومواد التفتح العلمي والبيئي وربط مواد القراءة بالمعارف وبالقيم الدينية والوطنية والإنسانية. ثم التركيز على التواصل والتعبير في المواد بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي والارتقاء بكفايات الاستماع والفهم والقراءة والكتابة والتعبير التي تمثل الوسيلة التي يتم عبرها التعلم وبلورة استراتيجيات لتطوير تعليم القراءة بالنسبة لتكوين المدرسين والمدرسات وعلى صعيد البرامج التعليمية والمقاربات البيداغوجية. المصدر هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 صفحة 31 بتصرف. إذا نجو الآن الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، أجيب عن أسئلة وضع اختبارية الأولى في الورقات 1 و 2 و 3. المهم تنبيه هام، يعني عدم استعمال البلونكو. ضع علامة في الخانة المقابلة للجواب الصحيح. إذا هنا قال لك النص صادر عن هيئة واش تقرير ولا استشارية ولا تنفيذية ولا تشريعية. إذا هنا النص صادر على هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين. المجلس الأعلى للتربية والتكوين هو هيئة دستورية مستقلة ذات طبيعة استشارية، هدف ديالها هو التفكير في استراتيجيات أو التفكير في استراتيجيات قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي. إذا هنا ذات طبيعة استشارية. إذا الجواب صحيح هو السؤال الموالي. قال لك يوم التجديد البيداغوجي حسب النص التعلمات بالتعليم الابتدائي، طريقه بناء الدروس وفق الدليل البيداغوجي ممارسه النص على شي طريقه هنا، انشطه التقويم بالتعليم الابتدائي ما كاينش التقويم، مقاربه البيداغوجيه والبرامج المعتمده، لكن النص قصد بالتجديد البيداغوجي التعلمات بالتعليم الابتدائي. نركز هنا على كل ما يتعلق بالتعليم الابتدائي. الجواب الصحيح هو الف. ثم بالنسبه للسؤال الموالي، احذار مواد لا تدخل ضمن مواد التفتح بالتعليم الابتدائي. إذا مواد التفتح في التعليم الابتدائي، إذا كاين جغرافيا، كاين التربيه الاسلاميه، كاين التربيه المواطنه، اما التعبير الشفهي فهو لا يندرج ضمن مواد التفتح. إذا الجواب الصحيح هو جيم. ثم السؤال الموالي، التعليم الالزامي هم. اذا هنا التعليم الالزامي رفيق هضرت عليه، قلنا هو اللي بعدا في حدود 15 سنه، يعني هذ جوج الاولين راه خاطئين. قال لك جي موديل، اذا كاين من 4 حتى 15 وكاين من 3 حتى 15. من 3 حتى 15 مازال ما عندناش اللي مازال ما تقراش لا في التعليم الاولي ولا في التعليم الابتدائي. اذا هنا الجواب صحيح هو من 4 حتى 15، جواب جيم اللي واضحه. ثم بالنسبه لاحداثيه النظريات، احداثيه النظريات لا تدخل في ضمن نظريات التعلم. اذا هنا ثاني لك تقرا واحد شويه في علوم التربيه، يعني واحد الالمام يبعد نظريات راه سبق لي هضرت عليهم. اذا كاين النظريات السلوكيه المعرفيه الجشطيه ديال التحليل النفسي المرجانيه الى غير ذلك، ما عمرنا سمعنا شي نظريه مثل اللاتوجيه. اذا ما كتدخلش ضمن نظريات التعلم هي اللاتوجيه. بالنسبه للسؤال الموالي، يقول صيغه المفاهيم الاوليه لنظريه التعلم البنائيه. انفو كنسمع النظريه البنائيه كيفاش ديال بلديه جون بياجي. اذا الجواب صحيح هو جون بياجي، هنا بلا ما نقراو دور معروف النظريه البنائيه ديال جون بياجي. ثم السؤال السابع، يستهدف المشروع الشخصي للمتعلم. بين هنا يمسميها مشروع شخصي. اذا هل الاعداد في جديد اختبارات الدوريه انجاز مشروع بحث، دعم التعلم الصفي، المساعده على التوجيه المدرسي، مشروع شخصي انجاز مشروع بحث؟ الجواب الصحيح هو د. ندوزو للسؤال الموالي، السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 يقول يتم الدعم المندمج. الدعم المندمج في اطار واش انشطه التفتح او لا الانشطه المنزليه ولا الحياه المدرسيه ولا الانشطه الصفيه. الدعم المندمج هو يندرج ضمن الانشطه الصفيه. ثم الدعم المشروط، الدعم المشروط كيستهدف الاسر المعوزه بهدف يعني متابعه الدراسه ديال الابناء ديال الاسر المعوزه، يسمى الدعم المشروط. اذا الجواب الصحيح هو د، الاسر المعوزه. ثم السؤال رقم 10، جوهر التعبئه المجتمعيه من اجل المدرسه هل هو جوهر اداري ام تقني ام تواصلي ام مالي؟ الجواب الصحيح هنا التعبئه المجتمعيه هو جوهر تواصلي. الجواب الصحيح هو جيم. ثم السؤال الاخر 11، ما لا يستند اليه في تقويم التعلمات هو؟ اذا كان ندير التقويم ضروري كنشوف المنهج الدراسي، يعني اشنو المحاور اللي خصني ندير، ايضا الاطر المرجعيه كتحدد لي بالضبط المضامين ديال التقويم، يعني الفقرات شنو خصني يكون، شنو الفقرات تكون في كل تقويم، ايضا المقرر الدراسي كنعتمد عليه، لكن الدليل الحياه المدرسيه لا نعتمد عليه في تقويم التعلمات. اذا الجواب الصحيح هو الف. ثم بالنسبه للمنهج الملقح كمشروع كيهم المستويات الاربعه الاولى في السلك الابتدائي. اذا السنه الاولى الاولى والثانيه الثالثه الثلاثه الاولين الاربعه الاولين. الجواب الصحيح هو الاربعه الاولين، ومشروع يستهدف الدرجه الاولى السنوات الاربعه من التعليم الابتدائي. ثم السؤال رقم 13، السؤال رقم 13 ترتكز المقاربه بالكفايات. يعني كنقول المقاربه بالكفايات جات من بعد المقاربه بالاهداف. بالاهداف كان المدرس هو مالك المعرفه، هو كل شيء، يعني هو اللي كيشحن العقول ديال المتعلمين بالمعرفه الى غير ذلك، لكن جات المقاربه بالكفايات رجعت كتعتبر التلميذ هو مركز العمليه او هو مركز اهتمام العمليه التعليميه التعلميه، يعني هو اللي كيقوم بالبناء، هو اللي كيقوم يعني هو اللي كيدير التعلم بوحدو، الاستاذ فقط موجه ومرشد. اذا فاعليه ديال المتعلم هي مرتكزات المقاربه بالكفايات. اذا بهذا كنسالي الوضعيه الاولى، الوضعيه الاختباريه الاولى. اذا غادي نكتفي بهذا القدر في الفيديو هذا. حتى الفيديو الاخر.